صباح الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم المدن السعودية خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث تسود أجواء حارة 45 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة ستكون 41 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون معتدلة إلى نشطة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأها بالمنطقة الشمالية، تبوك 40 إلى 25 درجة مئوية، سكاكة 39 إلى 27، وعرعر طقس صافي 39 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الغربية مدينة المنورة أتربة مثارة مع 45 إلى 32 درجة مئوية، جدة رياح نشطة تعمل على ارتفاع الموج مع 36 إلى 30 درجة مئوية، أيضا رياح نشطة في مكة المكرمة مع 44 إلى 29 درجة مئوية، أما الطائف تفرق لبعض الغيوم 36 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أبها 31 إلى 19، الباحة 32 إلى 20 مع أتربة مثارة، جازان 38 إلى 30 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الشرقية، نبدأها بالدمام حيث تتأثر بهبوب لرياح البوارح، رياح نشطة وتربة مثارة مع 42 إلى 31 درجة مئوية، أيضا منطقة الإحساء تتأثر بهذه الرياح مع 47 إلى 30، وحفر الباطن طقس شديد الحرارة مع 47 إلى 29 درجة مئوية. أخيرا نذهب للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 45 إلى 31، بريدة 44 إلى 30، وحائل 42 إلى 26 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.